وأنا أوصي نفسي وأوصي الشباب ألا يدعوا قيام الليل ولو ركعة واحدة، يعني بعد ما تصلي على أقل الأحوال بعد ما تصلي صلاة العشاء إذا كنت تعجز صلي ركعة واحدة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما عند مسلم: الوتر ركعة من آخر الليل. الوتر من قيام الليل، إذا صليت الوتر ولو ركعة واحدة فهذا نعمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما عند أبي داود يقول: الوتر حق على كل مسلم، يعني مؤكد على كل مسلم، فمن شاء أن يوتر بسبع فليوتر، من شاء أن يوتر بخمس فليوتر، من شاء أن يوتر بثلاث فليوتر، من شاء أن يوتر بركعة فليوتر، فإن غلب ثمة الحديث فإن غلب فليوم إيماء. في حال أقل الأحوال لو أنك مضطجع أو إيماء تصلي ركعة أفضل من أن تنام وأنت لم تصلي لله عز وجل، لنحرص ونربي أنفسنا، ولا سيما في مثل هذه الليالي، يعني كم من ذنب عمله الإنسان في نهاره، ألا يختم ليله بركعة أو بثلاث ركعات أو بخمس ركعات، كلما زاد كلما كان خيرا له.